إذا رجعنا مشاهدينا وراح نكمل مواضيعنا في شاي الضحى. بكل أسبوع نسعد بالتواصل ولقاء الأستاذة المحامية حوراء الحبيب للتثقيف القانوني في عدة قضايا وجوانب في حياتنا بالتأكيد تحتاج للإطلاع والمعرفة. اليوم راح نناقش موضوع آفة المخدرات، الله يكفينا شرها بالتأكيد ويبعدنا ويبعد كل يعز علينا من هذه الآفة اللي فعلا خلينا نقول تطغي على المجتمع. إذا طبعا كان في هناك حالات من التعاطي ولابد من التعامل معها بشكل حذر. كل هذا وأكثر مع ضيفة الأستاذة حوراء الحبيب. صباح الخير ويعطيك العافية أستاذة. صباح النور، والله يعافيكم، وإن شاء الله يعني اليوم موضوعنا وايد مهم، وأتمنى أن أكبر قدر من المشاهدين يستفيدون منه ويأخذون يعني المعلومات اللي تفيدهم إذا تعرضوا لمواقف مثل هذه المواقف. نعم، نتمنى إن شاء الله، خصوصا منهم نعرف نعم. بأن المخدرات هذه آفة وهي خطر فعلا على المجتمع خصوصا الشباب، يعني فودنا نتكلم عن خطورة هذه الآفة المخدرات. طبعا ظاهرة تعاطي المواد المخدرة من الظواهر اللي انتشرت بفترة أو بشكل كبير جدا، خاصة يعني أنا بتكلم عن ظروف جائحة كورونا والحظر اللي زاد من حالات مثلا الاكتئاب أو التعاطي وغيرها من الأمور. النيابة، نيابة المخدرات، يعني شهدت العديد من القضايا، وكانت القضايا هذه فيها العديد من المتهمين من فئة الشباب. هذه بفترة يعني بفترة كورونا، وكانت منتشرة بشكل كبير جدا حالات إلغاء القبض على كل الأشخاص اللي يتعاطون، خاصة إذا كان يعني في مكان عام أو خارج المنزل. اليوم يعني هذه الظاهرة انتشرت، نعم، خطورة كبيرة جدا على المجتمع. ليش؟ لأن في البداية من أول يعني الخطورات أو الخطورة اللي إحنا نلاحظها في مسألة التعاطي، الأثر السلبي الذي ينعكس على الأسرة. رقم واحد، إذا كان هذا الزوج متزوج، مثلا متزوج عنده زوجة عنده أبناء، فلا بد أن يعني يكون هناك نوع من أنواع التفكك الأسري والمشاكل. صحيح. بسبب سوء سلوكه المتعاطي عنده. صحيح. سلوك خاص، فتنتشر حالات التفكك الأسري وقضايا الطلاق وغيرها من الأمور، وينعكس سلبا. بالإضافة إلى دوره مع أبنائه، نلقى بأن الأبناء يتأثرون بطريقة سلبية، وأكيد يعني ما حد يقبل بأن يكون قدوة الأبناء والدهم اللي يكون الذي يكون متعاطي. ممكن يتعرضون للعنف. طبعاً الزوج طبعاً، وممكن يتعرضون إلى العنف وعدم المسؤولية وعدم المتابعة من قبل أحد الآباء المتعاطين. كذلك يعني لا أثر سلبي من الناحية المهنية، يعني نجد بأن المتعاطي كسول، لا يرقب بالعمل، لا يرقب بالعطاء، ما يعطي لمهنته لوظيفته، غالبا يكون عاطل عن العمل أو عليه الكثير من المخالفات في مجال عمله، سواء في القطاعات الحكومية أو القطاعات الخاصة. وبلا شك بأن هذه الظاهرتين وخطورتها ينعكس بالتالي على المجتمع. طبعاً الأسرة أساس المجتمع، والفرد الذي يكون صاحب إنتاج في المجتمع يكون أساس للمجتمع. فإذا يعني انضربت هذا الأمرين، انضربوا بمسألة التعاطي، بلا شك نجد بأن المجتمع رح يضعف ويتراجع ولن يرتقي ولن يتطور. نعم، للأسف خصوصا مع جائحة كوفيد 19، يمكن وقت الفراغ اللي يصير عند كثير من الأشخاص، ومثل ما ذكرت أستاذة حوراء الاكتئاب وغيرها من الحالات اللي ممكن تحوش الإنسان من أحباط وغيرها، لكن الاستغلال الأمثل لهذا الوقت المفروض يكون عند الإنسان خلينا نقول دائما بدائل، خصوصا في هذه الفترة. لكن أيضا بالنسبة لأنواع المخدرات المجرمة، يعني إحنا ودنا نتكلم عن هذه الأنواع، وإذا كانت في أيضا أنواع معينة أضيفت لهذه القائمة بالنسبة إلى أنواع المخدرات. اليوم المخدرات تنقسم إلى قسمين. القسم الأول هو المخدرات اللي إحنا نعرفها مثل الحشيش والهروين وغيرها، وكذلك هناك المؤثرات العقلية. كل هذه المؤثرات العقلية وهذه المخدرات بأنواعها وتركيباتها موجودة ضمن جداول نص عليها القانون، ويتم إضافة على هذه الجداول بصفة دورية المواد التي تجرم. اليوم إحنا صعب يعني أن أنا أمسك مادة معينة أو مسمى معين لدواء معين وأقول هذا عبارة عن مخدرات، لأن المخدرات أو المؤثرات العقلية تكون تركيبة معينة في دواء معين. يعني مثلا عندي نوع من أنواع المواد اللي مثلا اسمها البنزوديزابين، هذه المادة تعتبر موجودة في أكثر من نوع دواء مسكن للآلام، طبعا دواء مثلا مرخي عضلات وغيرها من الأمور اللي تؤخذ بوصفة نعم طبية، تؤخذ بوصفات طبية، ولكن تكون يعني أخذ هذه الأدوية بدون وصفات طبية وبدون متابعة من قبل الطبيب المعالج، طبعا يكون الشخص في هذه الحالة متعاطي ويعرض نفسه للمساءلة القانونية. إذا إحنا يعني المواد، أنا أنصح الجميع بأن هناك قانون، عندنا قانون المخدرات ملحق فيه جدول
جداول، والجداول هذه منصوص فيها تركيبة المواد التي تعتبر مواد مخدرة ومؤثرات عقلية، والتي يساءل عليها القانون ويجرمها في حال تعاطيها بدون وصفة طبية أو بدون يعني أن يكون هناك شخص مسؤول عن وصف هذا، سواء كان للعلاج النفسي أو العلاج البدني. نعم، في البداية أستاذة حوراء، يعني في بداية حديثك ذكرتي بأن ازدياد معدل خلينا نقول تعاطي المخدرات بالنسبة للشباب يعني وبهذه الفترة القصيرة يعني أمر جدا يعني يثير القلق وأيضا مؤسف. نعم. للأسر أيضا اللي ما تتابع عيالها بشكل دوري. أنا ودي أتكلم عن أسباب الزيارة كونك كقانونية وصلت لك أكيد كثير من الحالات تعاملتي معها قانونيا. نعم. فأكيد هناك في أسباب. نعم. طبعا احنا بالنسبة إلى موضوع زيادة الحالات وأسبابها، في السابق دائما كنا نسمع بأن المتعاطي يكون نتاج أسرة مفككة، يكون نتاج حالات طلاق، وهذا الأمر للأمانة غير صحيح. في المكتب أنا عندي العديد من قضايا الأحوال الشخصية والعديد من قضايا التعاطي، ما في هناك رابط. مو بالضرورة بأن تكون كل أسرة مفككة الأبناء يطلعون متعاطي. صحيح. ويعني العكس صحيح، أنا عندي حالات تعاطي تكون الأسرة مترابطة والعلاقة جدا طيبة ما بين الأم والأب وما في أي مشاكل بينهم، وين الخلل؟ ولكن الطفل نشوف الابن هذا يكبر ويكون ابن متعاطي أو ابنة متعاطية. الخلل يكون يعني أنا وجهة نظري أول 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 سبب من الأسباب يكون بضعف مراقبة الأصدقاء. ليش؟ لأن أول دخل إذا أنت أسرتك أسستها وفي بيتك تعرف شنو يصير ومثلا مربي الأبناء بطريقة سوية، الخلل يكون بشخص دخيل عليك من خارج الأسرة. إذا صديق السوء عادة، وإحنا نشوف يعني قضايا التعاطي ترى معظمها يكون شخص سحب شخص آخر وبالتالي تم إلقاء القبض عليهم، أثنينهم يتعاطون خارج المنزل، يتعاطون مثلا في مكان آخر، وبالتالي أنا أشوف بأن صديق السوء يعتبر من ضمن الأسباب الأساسية بالإضافة للأسباب الأخرى. إذا يجب مراقبة أصدقاء أبنائك، صديقات بنتك، حتى تعلم بأن ما هي الثقافات التي يدخلها هؤلاء أشخاص من خارج عائلتك إلى عائلتك. رغم اثنين، كذلك أنا أعتقد بأن ضعف الوازع الديني يكون عامل أساسي في مسألة التعاطي. ليش؟ لأن اليوم المتعاطي يلجأ إلى هذه الأمور غالبا، وطبعا الدكاترة المتخصصين هم يعني أكثر مني علما بهذا الأمر، لكن يلجأ عندما يكون مضغوط مكتئب من قضية معينة، من مشكلة معينة، متعرض لضغوطات الحياة، وبالتالي ضعف الوازع الديني لأنه هو لا يتوكل على الله ولأنه هو بعيد جدا عن رب العالمين وعن التوكل على الله في أمور حياته، نجد بأنه يلجأ إلى هذه المواد حتى يعني حتى يتهرب من المشكلة، في حين بأن يكون هناك حل آخر لمشكلته. غالبا يعني في ظل هذه المعطيات وهذه الأسباب نجد بأن يعني المتعاطي يفتقد إلى شخص يتحدث إليه، يعني لا هو عنده وازع ديني يلجأ إلى الله تعالى وما عنده شخص مقرب إليه في العائلة. قد تكون أسرة مترابطة لكن ومتماسكة، ولكن إحنا نشوف ما عنده شخص في العائلة يلجأ إليه لحل مشاكله، وبالتالي قد يلجأ لصديقه. نعم. وهو صديق السوء، أو قد يلجأ إلى هذه الآفة أو المخدرات حتى يتهرب من حل مشاكله الخاصة. طبعا بالإضافة إحنا أيضا ما ننكر بأن هناك يعني سوء المراقبة، عدم تحمل المسؤولية من قبل الأهل اتجاه عيالهم، هذه كلها عوامل. عدم محاسبة الأهل لأبنائهم بالمادة، تعطيه المصرف وما تحاسبه وين صرف فلوسه، ما تدري هو وين قاعد ينفق، هل هو قاعد ينفق على أمور مفيدة، ولا قد يكون يشتري بهذه المبالغ يعني مواد وتكون هذه المواد مجرمة وممنوعة على صحته وكذلك بالقانون. فإذا هي عدة أسباب لو بنحصرها ما نقدر يعني نوفي حقها، لكن أنا أقول صديق السوء، ضعف الوازع الديني، وكذلك أحيانا الإهمال من قبل الوالدين. نعم. المفروض يعني مع هذه الجائحة، يعني باعتقادي الشخصي بأن اليوم في حظر وهناك في كثير من القيود، المفروض المراقبة تكون بالنسبة أشد. للأهل أشد، وبعدين كل شيء يكون واضح، لأن خلينا نقول فئة الشباب طول الوقت المفروض قاعدين بالبيت، والمفروض نعم. الأهل عارفين أنهم ما يطلعون، المفروض هذه حالات تقل، لكن للأسف يعني مثل ما ذكرتي حضرتك أن هناك في ازدياد، معناته هذا خطر على المجتمع ولا بد من إيجاد حلول. نعم. خلينا نقول أيضا بالنسبة للأسرة، لكن أيضا هناك الموضوع المهم أستاذة حوراء، يعني مثلا إذا كان الأب
بيبلغ عن ابنه مثلا نعم. وشاف ان ابنه عنده تعاطي، او الزوجه مثلا بتبلغ على زوجها او العكس صحيح. نعم. سريه البلاغات من الجهات المختصه، ودنا نتكلم عن هذا الموضوع. في البدايه خلينا نوضح للمشاهدين، شكوه البلاغ هذا يعتبر شكوه ادمان. الكثير كانت يعني تساؤلات توصلني بخصوص مساله ان اذا كان ولدي يتعاطى، اذا بنتي تتعاطى، وحاب ان يكون هناك شيء رادع واجراء رادع، ماذا افعل؟ البعض يعتقد بان مجرد تقديم شكوى على بنتك ولا ولدك انت معناته قاعد تخليه يدخل في قضيه، والقضيه هذه مسجله وقد تحسب عليه وقد يسجن. لا، اليوم شكوى الادمان لها طابع خاص، هي عباره عن شكوى يتقدم فيها الاقرباء حتى الدرجه الثانيه ضد اي شخص عندهم متواجد في المنزل، ويعلمون بان هذا الشخص يتعاطى، سواء الزوجه ضد زوجها او العكس، او كذلك الاب مع ابنائه او بنته والى اخره. ففي هذه الحاله من حق هؤلاء الاطراف الاقرباء حتى الدرجه الثانيه يتقدمون بشكوى الادمان. اليه تقديم شكوى الادمان نعم. في السابق كانت تقدم امام مكتب النائب العام، الان تقدم امام نيابه المخدرات مباشره. يتم التحقيق بهذه الشكوى مع الشخص مقدم البلاغ ومقدم الشكوى، ثم يتم يعني القاء القبض على هذا الفرد من عائلته واحالته في البدايه الى الطب الشرعي لاخذ عينه والتاكد ما اذا كان فعلا هذا الشخص يتعاطى او من عدمه. نعم. ثم طبعا ايداعه في احد المراكز الاصلاحيه حتى يتشافى من مساله التعاطي. اذا هذه الاجراءات ما فيها تحقيق مع المتهم على انه هو شخص راح يحبس، في عقوبات، انما هذه شكوى حتى ما تدخل من ضمن السوابق القضائيه او الجنائيه على المتهم، وبالتالي لا يوجد هناك يعني اي خوف من تقديم هذه الشكوى، ان مثلا ممكن يمس سمعته، ممكن ياثر على وظيفته، ممكن ياثر على دراسته، لان هذه عباره عن اجراء يعني احنا نتحاشى باتخاذ هذا الاجراء من الدخول في مشاكل اكبر. طبعا عندي حاله من الحالات، والد زارني المكتب وقال لي ان ولده يتعاطى، فطلبت منه ان انت يعني في البدايه حاول تنصحه، حاول تعالجه، ولو ما نفع الموضوع نلجا الى تقديم شكوى ادمان. تردد الاب وما قبل بتقديم هذه الشكوى، وقال انا لا، مستحيل اخلي المباحث يمسكون ولدي ويمكن كذا. قلت له وضمنت له انه ما راح يصير اي اجراء يخص الحبس. بس ليش لجأ لك استاذ؟ يعني يا لجأ لي على اساس انه يعني هو كان يعتقد بان هناك يعني اذا يالي المكتب انه ممكن انا اعطي اجراء معين بعيد عن النيابه، مثلا انه يعني يصير مثلا انه شخص يستدعي من جهه مختصه، شخص كذا، هل في اجراء يسالني، هل في اجراء قانوني اقدر انا الزم مثلا الطب النفسي ان اروح ادخله على طول مباشره الطب النفسي حتى لو هو رافض. فانا نصحته بما انه يعني سبق اكثر من مره حاول تعالجه وما نفع معاه الموضوع، حاول ان تعيشه في موقف وكانه يعني تقدم عليه بلاغ حتى يعتقد يعني انه في جديه بالاجراءات. فتردد الاب من تقديم هذه الشكوى كذلك، وقال لا انا ما ابي احد يصب يعني ما ابي بهالطريقه، وانا خايف انه يعني ينمسك الولد. بعد فتره يالي الاب مره ثانيه، ولكن هالمرة يعني وقت اللي دخل عندي كانت استشارته بقضية تعاطي، فبلغني بأن ولده تم إلقاء القبض عليه عن طريق المباحث الجنائية وتحويله كمتهم في قضية وتسجلت قضية عليه، والآن ولده محبوس على ذمة التحقيق في قضية تعاطي أو الحيازة بقصد التعاطي. إذا إحنا كنا يعني بإمكاننا نتفادى هذه النتيجة. يعني الموضوع مختلف استاذة طبعا حورها. يعني اليوم شكوى الإدمان إجراءاتها ما هي نفس إجراءات قضية. إذا تم إلقاء القبض على ابنك وهو يتعاطى، ممكن يسجل عليه قضية ويدخل في مجال يعني قضية تحقيق وحبس وإحالة إلى المحكمة ومرافعة أمام القاضي. أما شكوى الإدمان ما تسجل كرقم، مثلا أنك أنت سجلت قضية عليه برقم قضية، هي شكوى. نعم. ويتم اتخاذ إجراء بإيداعة في مكافحة الإدمان حتى يتعالج، ثم يعني مكافحة الإدمان ما راح يخلونه يطلع من عندهم إلا إذا فعلا تم عمل إجراء وتبين بأنه تعالج. إذا كان بإمكان أن يتفادى هذه النتيجة، فهو كان متردد، ولكن للأسف بعدها حتى هو قال لي هالكلمة، قال لي لو كنت سامع نصيحتك وقدمت عليه شكوى ممكن كان ولدي الآن يعني يتم إيداعه في مكافحة الإدمان وبالتالي بأمر من النيابة، وممكن كان يتعالج أحسن من أن الآن هو متهم بقضية ومسجلة القضية وموجودة في المحكمة وراح يعني راح يحاكم على قضية التعاطي. وبالبداية يكون هذا أفضل لهم من أنه هو ممكن يرتكب أي جرم.
طبعا بسبب التعاطي، وصارت في كثير من الحالات من هذا النوع استاذه. نعم. حوراء، طيب اليوم لو بنتكلم عن حالات التعاطي، مثلا اذا كان خارج الكويت الشخص ورجع للكويت، فشلون ممكن ينطبق عليه هذا القانون؟ هو متعاطي خارج دولة الكويت ورجع. نعم. إلى دولة الكويت. للأسف يعني في الفترة الأخيرة البعض يعتقد بأن إذا هو كان متعاطي خارج دولة الكويت في أحد الدول التي لا تجرم التعاطي، فبمجرد يعني دخول البلاد تدرين ساعات مثلا هو حتى إذا تعاطى مثلا قد يأخذ كمية بسيطة ويقول يلا أنا استعمال شخصي وبدخله في المطار. أسوأ شيء بيصير لي لو مسكوني هذا استعمالي أنا الشخصي. هو لا يعلم بأن بمجرد إلقاء القبض عليه وهو جالب لهذه المادة البسيطة الذي يعتقد بأنها استعمال شخصي، هو يواجه عقوبة جلب مخدرات التي تصل عقوبتها إلى المؤبد أو 15 سنة. فإحنا الآن أمام قضية جلب على الرغم بأن الكمية هي مجرد تعاطي، لكن أنت دخلتها عن طريق الجمارك. نعم. يعني اليوم هذه القضايا، هالنوع من القضايا ترى انتشرت بشكل كبير، يعني احنا قاعدين نتكلم عن معدل كبير جدا من القاء القبض على شباب، سواء ترى يعني احنا ما نتكلم عن فئه الرجال بس، حتى فئه النساء يجلبون معاهم مواد من الخارج بقصد استعمال شخصي، تقول يعني هذا استعمالي انا الشخصي، واذا تم القاء القبض عليه تكون قضيه تعاطي ممكن اطلع منها، لكن هي الان تواجه عقوبه الاتهام في قضية جلب مخدرات واللي توصل لعقوبات فيها مثل ما قلنا إلى 15 سنة. فإحنا اليوم يعني دائما ننصح يعني لازم الشخص يكون أكثر متيقنا وأكثر حذرا في يعني في الانخداع بهذه الصور. ترى أغلب الحالات اللي تمر علينا تكون شخص، يعني حتى أقول له أنت من قال لك هذه المعلومة؟ يقول ربعي قالوا لي أنك أنت لو جيت شنو بيصير لك، أبسط ما فيها تعاطي، بتدخل وتطلع إيداع. يعني يستهين بالإجراءات القضائية وهو لا يعلم بأن العقوبة أو الجريمة اللي يرتكبها تصل إلى يعني حبس سنوات عديدة، ويعامل معاملة الجلب أي التاجر. نعم. في هذه الحالة للأسف. طيب أستاذ حوراء، أيضا في موضوع الصراحة شائك، يعني بعض الأشخاص يوصون على أدوية من خارج دولة الكويت تكون هي. نعم. أصلا يعني ما نقدر ناخذها أو ما يقدر الشخص يأخذها من الصيدلية. نعم. ودي أتأكد من هذا الموضوع من حضرتك، يعني في أشخاص يطلب من شخص دواء معين، فهذا الدواء ممكن يجلبه معاه الشخص إلى دولة الكويت. خلينا نتكلم عن هذه النوعية من الأدوية إذا كانت طبعا تندرج تحت المخدرات. نعم. بالنسبة إلى هذه الظاهرة كذلك هي ظاهرة منتشرة، يعني اليوم أنت مثلا تبي تسافر دولة، يكلمك أحد أقربائك يقول لك والله إذا وانت جاي إذا في مجال تجيب لي حبوب نوع معين. الآن أنت تعرف بأنه عبارة عن دواء، وقد تكون هذه الدولة لا توصف هذا الدواء بوصفة، أو سهل أنك تستحصل عليها، أو مبلغ هذا الدواء يكون مبلغ بسيط، وممكن الشخص ما يدري، يعني وممكن الشخص يعني الشخص نفسه اللي وصاك قد يعلم وقد لا يعلم. إحنا ما نبي خلنا نفترض بأنه لا يعلم كحسن نية. فأنت تروح تجلب له هذا الدواء وتشتري منه بكميات من خارج الكويت، مجرد ما أنك أنت تدخل الحدود تنصدم بأنه وقفوك الموظفين الجمارك، لا تعال افتح انت جايب معاك ادويه، وهذه تعتبر من ضمن تركيباتها تركيب يعني يعتبر فيها ماده من ضمن تركيباتها، هذه الماده يمكن هي فيها خمس مواد، ماده من الخمسه تعتبر مؤثرات عقليه. اذا لا نستهين، مو كل شخص يطلب منا ادويه احنا نجيبها مباشره، لازم نتاكد بان هذا الدواء ما هي تركيباته، ما هي فعاليته. الان ساعات مثلا كريمات اشياء بسيطه ما لا باس فيها، لكن احنا مثلا مثل الأدوية خاصة مسكنات الألم البعض يستهين فيها، المنومات الفاليوم وغيرها يعني البعض يستهين فيهم، ولكن تكون من ضمن تركيبات هذه المواد أو هذه الأدوية يكون هناك تركيب واحد من ضمن يمكن 10 تركيبات، تركيب واحد يعتبر تركيب مثل ما مجرم، مثل ما ذكرنا مادة البنزوديزابين هذه موجودة في أغلب أدوية المسكنات. نعم. فهذه يعني حالة. وعلى طاري المطارات أنا تذكرت حالة ثانية وأبي أشدد عليها وأنصح المشاهدين فيها، لأن اليوم انتشر بالفترة أيضا نسمع وايد، وترى أنا مريت فيها شخصيا، تكونين أنت في مطار دولة وتبي ترجعين الكويت ويوصيك شخص والله أنا عندي وزن زايد في مجال تشيلين هالقطعة وياك، أنت إذا عندك وزن يعني يكفي وزنك إنك تاخذين القطعة هذه أو الحقيبة.
ايضا هذه الحالات خطره، لان في هذه الحاله انت الان قاعد تحمل امتعه، اول شيء انت خالفت اللوائح الخاصه بالطيران المدني، ثاني شيء انت ما تدري شنو هو اللي موجود، حتى لو فتح لك اياه وانت شفت انه هي مثلا ملابس، يمكن داخل الملابس مخبى شيء. وصارت عندنا قضايا كذلك متهمين، يعني انا عندي كان واحد وزوجته وشالوا قطعه من احد الاشخاص على اساس انه عندهم وزن يعني كافي، فوقفوهم في الجمارك، طلع انه يعني في ماده الحشيش موجوده داخل. اذا احنا لازم ننتبه كذلك، ما نحمل اي امتعه، ما نثق باي شخص، ما ناخذ اي امتعه معنا. يمكن في السابق الواحد يتعامل في حسن نيه، لكن الان مثل ما احنا عارفين مع انتشار الجريمه وانتشار قضايا التعاطي وانتشار قضايا الاتجار، احنا نقول ان لازم الواحد ينتبه وما يحمل اي امتعه معاه ويدخل فيها البلاد، وبالتالي هو يحاسب عليها لان الامتعه مسجله تحت اسمه. نعم، لازم الانسان يكون واعي صراحه، امور طبعًا. يعني تخلي الواحد فعلا يعني يحس انه هو لازم يكون عنده هذا الوعي، ما يتعامل مع حتى شخص ما يعرفه لان هو ما يدري شنو محتويات هذه الامتعه. طيب بالنسبه للشخص اللي يسلم نفسه لمراكز العلاج استاذه حوراء، هل تتم معاقبه الشخص الحين هو راح وسلم نفسه؟ نعم طبعا، بالنسبه الى الاشخاص يعني اليوم احنا عندنا الكثير من الحالات ممكن ان الشخص ينتبه على نفسه ويقرر ان يضع حد، وبالتالي يلجأ لمركز مكافحه الادمان سواء كان تابع للطب النفسي او سواء كان مركز يكون مركز جهه خاصه، يعني عياده تكون خاصه لمكافحه الادمان. في هذه الحالتين بما ان شخص سلم نفسه من تلقاء نفسه لا يحاسب. على هذا الموضوع اخر يعني بذكر حاله، عندي موكل، هذا الموكل كان يتعاطى وخسر اغلب مميزات حياته بسبب التعاطي، خسر وظيفته، خسر عائلته، حتى قرر في يوم من الايام بعد ما الله رزقه بطفلتين قرر انه يضع حد قبل 5 سنوات، وقال انا بوقف التعاطي. وبالتالي لجأ الى احد مراكز مكافحه الادمان الخاصه وتعافى من مساله التعاطي، بل اصبح الان هو اللي يدرب الأشخاص المتعاطين ويساعدهم على الكف عن التعاطي. يعني أصبح الآن له أثر إيجابي في معالجة الأشخاص المتعاطين، لأن عاش هذه المعاناة والآن 5 سنوات ما شاء الله شهادات تقدير من عدة جهات، بدأ يساعد المدمنين في السجن المركزي في جلسات علاجية، يعني أصبح شخص ناتج ومثمر. لذلك إحنا يعني بما أن يعني أنا أدري وصلنا في نهاية الفقرة، لكن أوجه نصيحة بأن يعني انسى مسألة انه يقول لك المتعاطي صعب يشفى، بالإرادة وبرغبتك انك تحافظ على حياتك وتبدأ صفحة جديدة. انا مرت علي حالات 3-4 قضايا اشوف اخيرا الشخص يضع حد ويتعالج، وهذا مثال لموكل عندي ما شاء الله ما شاء الله، يعني الان ما شاء الله انسان ناجح جدا وانا فخورة فيه. فيعني دائما احنا ننصح بأن يا جماعة حط حد، كل شخص يتعاطى لا تقول ما أقدر، أنت تقدر، والدولة ترى فيها مراكز سواء تابعة لمستشفى الطب النفسي أو سواء المراكز الخاصة، فيها مراكز ومراكز معتمدة ومراكز مؤهلة وعندها أحدث الطرق، فتقدر والله يحفظ الجميع. آمين يا رب، وإن شاء الله يا رب يعني تكون أيامكم كلها بعيدة عن هذه المسائل. آمين إن شاء الله، وفعلا يعني ما في شيء مستحيل، لكن بوجود الإرادة الإنسان يقدر يحقق كل شيء، حتى بالنسبة للتعاطي مثل ما ذكرتي أستاذة حوراء بعض الحالات اللي تعالجت والحمد لله تشافت من هذه الآفة. شكرا لك، ويعطيك ألف عافية وجودك معنا في شاي الضحى. العفو، حياكم الله. حياك الله. ننتقل معكم مشاهدينا إلى فقرتنا القادمة مع الأستاذة هند الناهض رئيس النادي العالمي للإعلام الرقمي بالكويت في فقرة هند سوشيال للتعرف على كل شيء جديد في عالم السوشيال ميديا.